انت معني القائد دوري كروي ناجح كذلك على مسمعات من المقاييس الحسين ابو دار وكل ما دام تنقص على جهوده لانجاح هذه التظاهرات الكرويه ان شاء الله ونقيمها في المحليه ونعرف جيدا مدى قبيله ايد عيسي على غرار مجموعه من المناطق الوطنيه والتي تنتج وتبدع مواهب كرويه كذلك دعستها في الرياضه المغربيه والرياضه والبطولات الوطنيه انت كتونس تتذكر نجم فريق الرشاد البيضاوي اللاعب عمر بوطيب لاعب ابن منطقه ايد عيسي والذي يشرف هذه المنطقه واحسن تشريفا مشكور زميلي عمر نعم